الطريقه اللي لعب بها اولمبيك اسفي اليوم لعب بلا قلب هجوم. لاحظنا بان ما كاينش قلب هجوم، وما فكرتوش انكم تغيرتو، كنا كنتظروا ان التغييرات تعطي واحد التغيير من ناحيه الهجوميه، لان الفريق كيلعب كي من دخل رغم التغيير بقى في نفس الريتم، وخا ان الهدف عرفنا اتفقنا بانه الهدف جاء نتيجه خطا ضد مجريات اللقاء، ولكن ما شفناش واحد التغيير في اللقاء، بقى الريتم هو رغم التغييرات رغم كل شيء. هما الوقت اللي سجلوا الهدف فكروا على انهم يتكونسونطراو دفاعيا اكثر من الهجوميه، كي ولا لا؟ وحنا هذيك الوقيته تتصعب علينا لان الدفاع ديال الوداد راه طوشار قال لي 90 ديال المقابلات ما تسجلتش عليه، اذا راهم كيدافعوا مزيان، عندهم هذا الحس الدفاعي مزيان، ودائما الفريق اللي كيفوز بالبطوله كيكون عنده احسن دفاع. وحنا كما قلت لك راه حتى كنعانيو، لان قلت لك اللاعب اللي يقدر يدير الفرق اللي هو البرازيلي اللي عنده مؤهلات تقنيه، ما كاينش ذاك اللاعب النيجيري اللي طوني عاد جا خصو واحد شويه ديال الوقت باش يمكن يتاقلم، لان هذه هي الكره، ولو عنده امكانيات عنده سرعه خصو ينسجم. هذاك اللاعب ديال ويسلان اللي هو وليد عنده واحد الامكانيات، ولكن كيما بغى يكون الحال راه عاد جاته هو، راه صعيب. حنا كنعانيو مع التجميل ديالو. واش كاين شي حلول ان شاء الله؟ خاطر انا اليوم غنسلكم ليكم. شوف غادي نديروا الجهود ديالنا كله، وغادي نحاولوا ان لان هذه المقابله ديال اليوم عطاتنا شي شويه من ناحيه اللياقه التنافسيه، عطاتنا واحد الريتم. المقابله الجايه ان شاء الله غادي نكونوا احسن بكثير، رغم ربما غادي نقصنا المليل اللي ربما رجع للمستوى ديالو، ولكن كما بغى يكون الحال غادي يكون مقابله اللي غادي نحاولوا ناخذوا بها ثلاثه نقاط.